وجهت بلدية مدينة الشارقة قرارا للمنشآت الغذائية بعدم تقديم خدماتها للمركبات المتوقفة بشكل يعرقل حركة السير. التفاصيل في التقرير التالي. فحسب قرار بلدية مدينة الشارقة يمنع على أصحاب المحلات تقديم الطلبات للمركبات المتوقفة بشكل خاطئ. فتنظيماً لحركة المركبات وعدم عرقلة السير، جاء هذا القرار للسيارات المتوقفة بشكل خاطئ وبالمواقف المخصصة لفئات معينة في المجتمع كمواقف ذوي الإعاقة. طبعا بناء على هالمعطيات بتوجيهات مباشره من سعاده مدير عام بلديه مدينه الشارقه سعاده ثابت الطريفي، تم اصدار اعلان تم الزام فيه جميع المنشات الغذائيه اللي تقدم الخدمه هذه بالتوقف نهائيا عن تقديم الخدمه للسيارات المعرقله لحركه السير او المتوقفه في مواقف مخصصه لفئه معينه من افراد المجتمع. ففي حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه أصحاب المركبات المعرقلة للسير والمنشآت الغذائية كذلك. احنا جالنا تنبيهات من بلدية الشارقة ان احنا نتعامل بباركن نظامي. الزبون اللي هو في الباركن بناخد منه اوردر، الزبون اللي هو مش اللي هو في صف تاني اللي بنروح له لو سمحت عشان ناخد منك اوردر بتقف في باركن. غير كده ما بناخدش اوردرات. مثل هذه القرارات تسهم في حفظ حقوق مستخدمي المواقف بشكل سليم وتقلل من السلوكيات الخاطئة، كما تسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري.